خليني رحب بضيفتي رنا جمول، موجودة معنا على الهواء مباشرة، الكوتش والمدرب والخبيرة في القيادة الذاتية للمرأة. رنا أهلا وسهلا فيك معنا. كيفك هدى؟ السلام عليكم على المستمعين كمان. يسعد نهارك. اليوم عم نحكي مثل ما كنت عم تسمع المكالمة معنا، عم نحكي عن الابتعاث، وكان معنا دكتور من اليابان. خلينا نبلش أنا وياك رنا، يمكن أنت عندك تجربة، اثنين من أولادك كمان درسوا برا. صحيح؟ مزبوط. بكندا وببريطانيا. ايوه عم بيدرسوا، ما زالوا هنيك. وما زالوا عم يدرسوا. انت احسن مني، انا فرضت عليهم اثنيناتهم بنفس الجامعه وبنفس البيت وبنفس البلد. ظلم هيدا شوي معي. ما راح اقول، يمكن اوصف انه كيف نحن اليوم ما نحط خوفنا كاهل ونشوف شو اللي نحن بيناسبنا. يعني هو احيانا يكونوا، انا كان بالنسبه لي يكونوا اثنيناتهم بنفس البلد، بتروح على محل واحد بتطلع عليهم اثنيناتهم. صحيح. بس بالنهايه اخذوا خيارات مختلفه، وبنتي لقيت لا، انه ما بدها تكون مع خيها، لانه لقيت الجامعه اللي بدها اياها بالاختصاص اللي بدها اياه مناسبه اكثر ببريطانيا من انه تكون بكندا مع خيها. نعم. فصار عندي ولدين، كل واحد محل. كل واحد ببلد. طيب قد ايه هيدي المرحله انت مرقتي فيها؟ انا مرقت فيها، كثير من مستمعينا، يمكن بالتحديد بالسعوديه كثير من الطلاب بيدرسوا برا ببرامج متعلقه بالابتعاث. هيدي المرحله اللي قبل ما يبلش ابننا، بتصور انا مرحله الخوف شوي كاهل نحن، والرعب بتبلش يمكن سنه او سنتين قبل، انه يعني اول لما يبلش الولد، انا مثلا ابني بلش يحكي بالمرحلة الثانوية أول سنة، إنه قال لي أنا بدي أروح على كندا، خلص حط بباله حتى ما قبل يقدم. بالبداية بنكون إيه إن شاء الله، أكيد حتروح. هلا كنت أنا عم بقول له أوكي، في نحن كنا ساكنين بلبنان، إنه فيك تقدم على الأيوبي بس إذا ما زبطت بكندا. قال لي ما رح أقدم، أنا عارف إنه أنا بدي أروح على كندا. كان كتير واضحة لإله هيدي الرؤية، إنه بدي أروح على كندا. فكانت هيدي المرحلة يعني ثلاث سنين بلشت أنا اتقبل الفكرة، لأنه شفته أنه كتير واضح بهذا الموضوع، وبلشت معه بمساحة من الحرية مع المسؤولية. هيدي كانت كتير مهمة هيدي ثلاث سنين، أنه مثلا مع أنه كتير ناس لموني يقولوا كيف تبعتي على البنك، أنا بدي أسحب مصاري، قال له أوكي روح على البنك خد الـ ATM واسحب لي مبلغ صغير. يقول لي طب بلكي صار شيء، طب انا اليوم بكره هذا صبر رح يكون بالغربه لحاله، هو بده يفتح حساب بالبنك يعمل كل شيء فيروح، الخطر شو بده يكون؟ يعني نحن بدنا نقبل انه انا ابني يفوت بهالتجربه، لو صار خطا يمكن انسرقوا المصاري او صار ما عرف يسويها، بس هيك رح يتعلم. نعم. فكان هيك شغلات صغيره، او مثلا زبط لي فيها الاوراق بدنا نعملهم، او انت روح على المدرسه، او يتابع حتى مع المدرسه اذا في اشكاليه. عادة نحن كأهل إنه بدنا نحمي أولادنا بدغري، بتقول له أوكي أنا بروح بحكي مع المعلمة. أنا دائما أسأله أيمتى بدك ياني أتدخل؟ بتدخل، بقول لا أنا بحلها. فكان كتير مشاكل مع الأساتذة أو الإدارة يروح حلهم لحاله، لما يوصل لمرحلة إنه بده الدعم منه بيحتاج أهل بيسألني، وساعتها أنا بتدخل لما هو يطلب. فهول كلهم كانت مرحلة كتير مهمة، انه الولد ما يدغري فجأة. بعدين حتى الظهرات اليوم ما في، انا شخص او ولد ضلني له انا خايفاني يظهر بقلب مثلا بيروت وبقلب لبنان، وبعد شوي عارفة انه رح يروح على الغربة، ما في حدا حده ليقول له لا فيك تظهر لا ما فيك تظهر. يعني هو بده يصير بعدين عنده التقييم الواضح، هل هذا المكان مناسب؟ وإذا مش مناسب يقدر ينسحب. نعم. لأنه ما في حدا رح يرجع له يقول له لا ما تروح لهالمكان. نعم. خليني أذكر المستمعين أو المستمعات اللي عندهم أي استفسار أو شيء حابين يحكوا قصة تجربة، 011-268-9122 بتكونوا معنا على الهواء مباشرة. إذا 011-268-9122 بتكونوا معنا على الهواء مباشرة. يمكن أنت بلشتي شوي شوي تحضري رنا. أنا لا، أنا من الأهل اللي ما كانش كتير مستوعب موضوع إنه أبدا كان حيدرسوا هون، وفعلا ابني هيك قدم للندن
وأخذ القرار هو وبيه. طبعا كنت أنا طول الوقت عم يعني بشدد أنه حيدرسون وحيضل معنا وكل شيء تمام، وما بحب فكرة الاغتراب برا، والجامعة هون مثل الجامعة برا، ما عندي مشكلة بالموضوع أبدا. لحد ما بجد آخر تقريبا أسبوعين إجت الموافقة من الجامعة ببريطانيا، وهم قدم على جامعة واحدة بس وطلع. فهيك بتعرفي كيف لو ما فاجأوني وبغتوني ما كان بيطلع. فهلأ بعد ما يمرق الوقت بقول الحمد لله، لأنه أكيد تجربة مهمة للأولاد، وشوي شوي بلشوا يوقفوا على إجريهم. بس نحن كأهل ربما بدنا فترة لنتعود. فكأم بالبداية عم بتفكر بهذا الموضوع، في أم بتحضر وفي أم ما بتحضر، وفي أم مثلا بتحاول لأبعد حدود أنه لا يضلوا الأولاد عم يدرسوا بالمحل اللي هي فيه. هي كتير مهم أنه أنا كأم بلش شوي شوي درب حالي أنه عدم التعلق بهالولاد. وهذا ما بيعني أنه أنا ما بحبهم، يعني بحبهم كتير، بس كل ما أتعلق فيهم كل ما بدي إياهم حدي، كل ما بدي إياهم ياخذوا الخيارات اللي بتناسبني كأم، وكل ما بعمل شيء ليخفف لي خوفي. يعني إذا بدي خفف خوفي بخليهم معي، هيدا أهين شيء. طبعا اليوم نحن كيف فينا عن جد وتعلمتها هاي أن نربي هالولاد ليتركونا يوما ما. نحن عطول ما نربيهم لآخرتنا، ما نربيهم ليرجعوا يخدمونا نحن وكبار أو ليضلوا حدنا. لما نبلش نتحضر لهالفكرة أنه أنا عم بهيئه، لأنه يوم اللي بيخلص المدرسة رح يروح على مرحلة تانية. وكمان هيدي مهمة، لما يظهروا أول مرة من البيت بدي أعرف أنه في شيء تغير، مش أنه والله راح سافر على الغربة ورجع بعد سنة كأنه هو معي بعده بالبيت. لا، في مرحلة صارت لإله ولإلي. اليوم أنا كأم كمان أقدر أعبر عن شعوري لما الولد بيسافر، قل له أنه أنا رح أشتاق لك، قل له أنه أنا حاسة بهذا في مشاعر اتجاهي مبسوطت له، بس نفس الوقت أنا هيدا اللحظة اللي بينشلع والفراق صعب طبعا. بس مثل ما قال الدكتور وكتير حبيت هالفكرة، أنه إحنا إذا قدرانين نواكب الأولاد ونسافر معهم لما بدنا يروح أول مرة كتير مهمة. وأنا عملتها مع ابني وبيشكرني عليها، وثابت أنه رحنا كعائلة. نعم. وحسيناه ان احنا عم نقضي وقت نحن وياك، بس كل الوقت انا واكبته انه رحت معه على الجامعه، فرجينا على الجامعه، حضرت له غراضه، كنا عم ننقل كل شيء لقوته. فهيدي المواكبه كان كتير مهمه. هلا ما قدرت واكبه باول يوم انه بده ينتقل على الجامعه، كانت كتير صعبه لقله لماما انه كل الاهل رايحين مع اولادهم اول يوم لينقلوا لهم غراضهم. فأنا ما قدرت كون، لأنه كان عندي بنت بدها تكون بلبنان وابني بدي يكون بدبي، فاضطريت أتركه. بس نسقت مع حدا يقدر يساعده بهالمرحلة. نعم. مثل ما قلنا أنه إذا أنا ما قدراني أتواجد، مين في ممكن أتعرف عليه أو يقدر يساعد لهالولد بأول مرحلة؟ نعم. هو عادة يمكن في أهل بيبعتوا أولادهم على حسابهم، بيكون عندهم شوية هيدي المعاناة، وفي أهل طبعا بيتم الابتعاث عن طريق الحكومات، فبيكون في حدا موجود ليساعد الطلاب، وهيدي بحسها أنا مريحة جدا، لأنه تكوني عارفة أنه في حدا يعطيك الانفورميشن الصح بالبداية، خصوصا إذا كان مسؤول من دولته من بلده، مسؤول عن المبتعثين إلى آخره، فبتاخدي بالنهاية معلومة صح. الأساسيات، الأشياء اللي لازم نهتم فيها قبل ما يروح أولادنا شو هي؟ أوكي. بالنسبة للولد يكون عارف أنه في اليوم رح يروح المحل اللي رح يروح له مختلف بالعادات والتقاليد، بالطبيعة الأكل اللي رح يقدر يأكله، المنامة، يعني اليوم كان عايش ببيت ومرتاح، هلا رح يروح عايش بأوضة مع أشخاص غربة. هيدي الأوضة الصغيرة، هيدي الأوضة، الأوضة الصغيرة اللي ومش بس أوضة. اليوم نحنا يعني المعاناة تبول الأولاد بيجي بيكون قاعد بهالأوضة ما بيعرف مين رح يعيش معه أو جنبه، شخص أو شخصين بيشاركوه الـ مش الأوضة تبعيته إذا قدرتي أدنى، ولكن عم بتشارك المطبخ نفسه، في بعض الأحيان حتى في نفس الحمامات نفس هيدا أصعب شيء. طبعا أصعب شيء للأولاد أنه اليوم
إذا بنحكي على الطهارة والنظافة، عم تروح بتقعدي مع حدا، دولاد معودين على شيء وما عم بيقدروا يتأقلموا، والشخص الآخر ما عم بيقدر أنه هول كتير مهمين لإلك، وحقه أنه ما بيعرف قدي هول مهمين. هيدي من الأمور اللي بلاقوا فيها صعوبة. أنا اللي وقت حكيت مع ابني مرة حط له سيكي نوت لزميله أنه أنا عم بنظف وأنت عم توسخ كل المحل. فاليوم مهم نتواصل مع الآخر اللي قاعدين معه أنه أنا جاي من جو مختلف وأنا هاول بالنسبة لإلي، وبيسمع منه كمان هو شو مهم ليقدروا يلتقوا بمحل ما، لأنه بدهم يعيشوا مع بعض. والفكرة أنه دايماً عم بيتنقلوا من غرفة لغرفة مع ناس جديد، وأوقات كمان التصرفات أو القيم والمبادئ طبعاً كتير تتعارض طبعاً مع اللي أنت مربي ابنك عليه طبعاً. فكمان تحدي أنه قدي الولد بيقدر يحافظ على القيم تبعيته. في كتير مغريات بتصير على فكرة بالغربة كتير. طبعاً طبعاً، وما فينا ننكر كمان في نقطة، وهيدي كلها بتأثر حتى على أول سنة دراسة إذا ما كانوا طلاب مهيئين، قصة البعد عن العائلة، البعد عن كل شيء أنت مأقلم عليه، وفجأة بتلاقي حالك أنت كل شيء مختلف وبدك تقومي بهيدا الشغل لحاله. هلأ إذا كان في أهل موجودين ببلد الغربة، يعني أنا كنت محظوظة أنه في أهل محل ما راح أولادي ببريطانيا، بيضل في مساعدة، بيضل في تخفيف نوعا ما، ولكن إذا ما كان في أهل بتصور لو القرايب بس. بالنسبة لألي دعم الأم والبي هو أساسي. يعني اليوم إذا أنا عم ببعت ابني على الغربة بدي أنا واكبه، إذا هو اليوم حس حاله مشتاق لي، حس حاله مشتاق لبلده، مضايق، ما عم بتقدر تأقلم، هل قدراني اسمع لهالمشاعر بدون ما أقله لا ما هو أحسن لك هونيكي؟ هو طبعا احسنه، بس هو عم بيتصل فيه ليقول لي انا مضايق، انا مزعوج، انا زعلان. وخصوصا باول مرحله بالقوه كتير كتير صعبه، وخصوصا مع الكورنتين وبيقعدوا بنفس الاوضه ما بيظهروا ما بيشوفوا حدا. فكتير مهم واكبه واسمع له لمشاعره. نعم هيدي انا بقول من الاساسيات. وانا كمان اقدر شاركه كأم اذا انا مشتقت له قل له، يعني ما بين انا الام القويه اللي انا كتير منيحه وكل شيء عادي. وزيادة كمان الأولاد بحبوا يسمعوا أخبار شو عم بيصير أنت هون، ما بدهم يحسوك كأنك أنه لأنك أنت بالغربة ما نخبرك، وهي بتصير أنا ما رح أشغل لك بالك، لا بحب يسمع أخبار. أنا صرت أحكي معهم أكثر من لما كانوا بالبيت. يعني في شغلة غريبة لما كان يعني الأولاد، لما كلنا عايشين الحياة الموجودة هون، يتعلق الأولاد فبتلاقيه تيطل من غرفته الله أكبر، عرفتي كيف؟ فبنعزمهم عزيمة نشوفهم. أول ما سافروا أنه بتعرفي هيدا الاتصال قد ما يكونوا، والحمد لله صار فيك تشوفي صوته وصورة، فبتحسي حالك قاعدة مع ابنك. فإنه ممكن يمتد التليفون لنص ساعة وفي بعض الأحيان ساعة، فبتحسي أنه فعلاً في اشتياق وفي اهتمام من قبلهم بأول فترة. بس يمكن رح زيد هون نقطة أنه كمان نقدر نتفق مع هالولاد، لأنه على قصة التليفون أنه هن اليوم بفرق الوقت كمان ممكن يتصلوا فيك بوقت أنت اليوم بدك تنامي يعني، وأنت ممكن تتصل فيهم بوقت هن عندهم دراستهم. فأنا اللي اتفقنا مثلا مع الولاد في وقت أنه ممكن هن يتصلوا فيي، وأنا بسألهم أنه أنت هلأ بناسبك ومنحكي بهذا الوقت، هو كمان يسألني إذا أنا بناسبني، مش لأنه هو لا جاي. أنت أمه، أنت موجودة بأي وقت وأنت بناسبك بأي وقت. صراحة نحن هيدا كمان كأمات، أنه أنا عطول موجودة وين ما رحتوا أنا عطول. لا ما بدي أنا توقف حياتنا كأمات لما يسافروا أولادنا، والأولاد بدهم يشوفوك مبسوطة لما هن يسافروا، وأنه أنت مش وقفت حياتك خلاص وقعدي بس ناطرة هالتليفون كل النهار. لا طبعا في شغلي دايما قبل ما نبعث اولادنا على الجامعات برا بنبقى هتلانين همها. يمكن كتير من الطلبه بلشوا هلا من اسبوع الى 10 ايام، وفي طلاب يمكن شوي قبل. الانبهار اللي بيشوفوه برا، الحضاره الموجوده، الافكار المختلفه، و و و في كتير بينبهروا وبيروحوا بالموضوع. في كتير لا
بيكونوا ثابتين طلاب أكثر من طلاب تحسين واقفين من البداية على رجليهم وثابتين وما بينجروا بسهولة؟ أنا بالنسبة لي الطبيعي أول مرحلة لما يروح على بلد بده ينبهر، بده رقابة الأهل مش موجودة، أنا حر نفسي، حر نفسي إلى الوقت. يعني بتعرفي أنه قبل كان بيطلب إذن منك لما بده يظهر، هلأ هو ما رح يقدر يطلب منك إذن أو يقول لك هلأ رح أظهر من هون المحل. يعني اليوم إيه في عنده هالمساحة، وعلى فكرة هي بتخوف طبعا للولاد، بيصير انه انا كيف بدي اتصرف بهالمساحة من الحرية الكبيرة. صحيح، ممكن يضيع بصراحة، بيرجع اوقات ممكن يضيع لفترة، بس اذا عنده انت مربيتي وعنده الهدى رح يرجع يثبت. اوكي رح يجرب مرة اثنين ثلاثة يظهر ويسهر مؤخر، بعدين رح يلاقي انه لا انا شو بدي شو اولوياتي. واهم شيء الصحبة او الاصحاب رح يكونوا حواليهم، لانه طبعا بالجامعات في كتير طبعاً مجموعات، عن جد في ولاد ما بروح على صفوفهم، بضلهم بالسكن، بضلهم عم بيظهروا والأهل عم بيدفعوا هالمصاري عليهم طبعا. فكتير مهم أنه اليوم أنا عشو بعتقدني هو هل واعي ومسؤول أنه بده يتعلم، وعارف الهدف أنه أوكي أنت رح تتعلم ثلاث سنين شو بدك تعمل بمستقبلك، لأنه في ولاد حرام نبعتهم إذا ما كانوا مهيئين. هي كمان هيدي نقطة بنحكي عنها بعد الفاصل إن شاء الله. قدي في ولاد فيك تبعتيهم للابتعاث أو للدراسة برا، وفي ولاد الأهل إذا منهم مأكدين ما بعرف قدي. يعني بتصور الأم دايما بتحس إنه أوكي بيقدر يقلع لحاله برا أو لا ولا لا؟ بلا في هذا الشعور، بس كمان انا مهم اسال الولد، لانه اوقات كمان الاهل بيجبروا الولد يسافر وهو ما بكون جاهز. في ولاد فعليا ما بيكون ما بده التضوية عن نقاط، انه اليوم في خوف من خوض التجربه، بس اذا الشخص يعني عارف انه راح يواجه التحديات ويطلب المساعده، كثير مهمه انه هالولاد نشجعهم اذا نحن قدرانين نقدم لهم دعم نفسي اذا عندنا هذا الاختصاص، او نعطيهم أسماء أشخاص يقدروا يساعدون، أو بالجامعات في متخصصين للدعم النفسي خصوصا ليقدروا يندمجوا ببلد جديد بجو جديد، فما يتنقثانوا أنه يروحوا يطلبوا هالمساعدة. الشغلة الثانية كمان مهمة أنه الأولاد نشجعهم، هيدي مثل ما قال تجربة عن جد بتغني، ونحن بس نرجع نشوف أولادنا بعد سنة من الاغتراب منلاقيهم كتير كتير تغير شخصيتهم تبلورت. فاليوم ايه منشتاق لهم، بس احنا اليوم بدنا نشوف للمستقبل تبعهم قد ايه اختنت خبرتهم بيكونوا لحالهم ويتعلموا من قلشة جديدة ومن حضارات جديدة. هونيك بيقدروا كمان مش عيب الشغل، فبيقدروا كمان الأولاد هونيك يشتغلوا، وهيدي كمان بتساعد لبناء شخصيتهم انه يعرف قيمة المصاري، مش بس انه حتى لو الاهل مقتدرين خليه هذا الولد يجرب انه نعم. شو يعني الشغل، شو يعني انه ينطلب منه اشياء ويكون عم يتعاطى مع العالم. لانه في نقطة كتير مهمة بالجامعة برا، مش كل يوم الطالب عنده جامعة، يعني في مرات بس ثلاث ايام بالاسبوع، ففي وقت فراغ، وقت الفراغ هيدا اكيد لازم يكون عنده وقت والأولوية للدراسة حتى ينجح. ولكن يوم او يومين بالاسبوع موجودة بالدول الاوروبية انه بتقدر تشتغل تعبي وقت الفراغ، بتتعلم المسؤولية. مش معقول كلنا تعلمنا المسؤولية من وراء الشغل، الالتزام، وهيدي الاشياء كتير مهمة بالنسبة للطلاب برا. وفيهم يشتغلوا بقلب الجامعة، يعني الجامعة بتقدم وظائف ضمن الحرم الجامعي، وبعدين كتير مهم كمان يقدر يعملوا أعمال تطوعية بقلب الجامعة، يشاركوا بالكلوبز تبعوا الجامعة. مزبوط. وبيقدروا كمان يعبوا وقتهم بالرياضة. يعني هذا الولد بما أنه ما بدنا يعني بدنا نشجعه يعبي وقته بأشياء حلوة، ساعتها هيدا ما بعد يقدر ركز على الأمور اللي ممكن تلهيه عن دراسته. صحيح. إذن مستمعينا إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل هالنقاط اللي ذكرناها اليوم. رنا شكرا كتير لإلك، يعطيك ألف عافية. وكل حدا عنده طالب أو اثنين مثل حالاتنا رنا عم يدرسوا برا، إن شاء الله بيرجعوا سالمين غانمين. يمكن أحلى وقت اللي هيك كلنا بننتظره. أنا هلأ صرت أفهم شو يعني لما الأهل يرجعوا الأولاد بشهادتهم أو متخرجين، لأنه بجد شغلي منا هينة،
ولما يرجع الولد حامل شهادته وجاي من برا خلص دراسته، بتصور جزء كبير من الهم اللي بيضلوا الأهل، بتحسي إنه خلص عملت اللي عليكي والباقي إن شاء الله بيكون بالاتكال على الله إنه يحفظهم ويسهلهم طريقهم ويبلشوا بقى يوقفوا على رجليهم يتوظفوا ويبنوا مستقبلهم. وهي كتير مهمة، يعني أنا بقول كل يوم بستودعهم عند رب العالمين، لأنه إذا بدي أقعد وخاف ما رح أقدر أعيش ولا نهار بدونهم. بس عندي يقين إنه رب العالمين هيدي وديعة وهو حاميهم وين ما كانوا بالعالم إن شاء الله، وهذا بخليك أنت مطمئنة وتقدر تكفي حياتك كأم كمان إن شاء الله. شكرا رنا، شكرا، يعطيك السلام عليكم.